والتدارس حتى أي قرار أو نظام تشريعي أو نظام تنظيمي أو قرار وزاري إلا ويكون على أساس التوافق. أتى التحكيم الملكي الكريم بطلب من الهيئات اللي كانت تنطوي في المعارضة السابقة في البرلمان السابق، وعلى إثر التحكيم الملكي بدأت العمل وبدأ الأعمال مع الحكومة ومع اللجنة اللي كونها جلالة الملك الحسن الثاني، اللي هي كتضم كل رؤساء الهيئات السياسية بادئا ببدء من الأستاذ المحترم المعطي بوبيد رئيس الاتحاد السوري، ثانيا من سيد الرئيس أحمد عثمان رئيس البرلمان السابق نائب المحترم رئيس التجمع الوطني الأحرار، سي عبد الرحمن اليوسفي الكاتب الأول هذه المرة الكاتب الأول ديال الاتحاد الاشتراكي، السيد محمد بوستا الأمين العام لحزب الاستقلال، السي محجوبي أحرضان الأمين العام للحركة الوطنية الشعبية، السي محمد العنصر الأمين العام للحركة الوطنية الشعبية الحركة الشعبية، وكذلك السي محمد أرسلان الجديدي الرئيس أو الكاتب العام ديال الحزب الوطني الديمقراطي، وما ننسوش هاي الأستاذ السي بن سعيد أيت إيدر رئيس المنظمة الديمقراطية الشعبية. هي بوبولار ما كاين حتى لو دي بي حتى شي مشكل، لا قلنا شي حاجة ماشي هي هذيك، مسموح لكم باش تقولونا بصوت عالي باش نعودوا نقولوا اللي هو صحيح. وأخونا الأستاذ الرفيق الأستاذ علي يطع، وكانت الحكومة ممتلة في شخص وزير العدل مولاي مصطفى بن العربي العلوي، وكذلك وزير الداخلية خادم العتاب الشريفة وخادمكم هذا، وكذلك بمحضرة أو بتواجد عضوي نشيط فعال.